لا شك في أن التعصب والتطرف يتجاوز المذاهب في كثير من الأمر أو بعض منه، بمعنى أنه في كل مذهب متعصبوه ومتطرفوه واللي بيكرهونا في الدنيا وفي المذهب نفسه، إلا أنه إحنا محتاجين أن إحنا نسمع البنى النظري اللي دائما يتقال والأفكار اللي دائما تسود علشان تعمم الكراهية وتسيد مذهب العداء والحقد بين المذاهب، وطول الوقت يؤجج من نار الطائفية. وزي ما في السنة كثير إلى حد هائل يصل إلينا أيضا صوت التعصب من بعض العمائم الشيعية. تعالوا نشوف. هؤلاء الذين يعلمون أن ولاية علي أنزل على محمد من ربه ويكرهون ولاية علي، ما يردون هذا. لو 60 سنة يروح يحج ويصلي صلاة تفيده؟ لو كل ليالي شهر رمضان الله أكبر واقف يصلي صلاة الكذا تفيده؟ ما تفيده. فأحبط أعمالهم. ليش؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله. أن يقتلوا زجر كش بشبن مبادا یقتلو، یه تیر خلاص بزنی خلاص اونم از خداشه. اول باید این زجره ها و نمیدونم چیزها. گفت اگر من 4000 نفر را به خاطر امنیت جامعه و مردم بکشم افراط نکردم. کلام مش یقطر تعصبا و تکفیرا، لا کلام دموی وحشی. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبله عقل ولا منطق ولا دين ولا مذهب، لكنه موجود وحاضر. ربما لا تصلنا أصوات كثيرة لكن تصلنا أصوات، وربما التكفير يعاني منه الجميع لكن أيضا من يعاني منه في جهة يمارسه في جهة أخرى. تعالوا نشوف واحد من المفكرين الشيعة الأهم يقول إيه. المدرسة الشيعية اعتقدت من اليوم الأول أن الإمامة تعد أصلا وركنا من أهم أركان العقائد الدينية على حد التوحيد والنبوة والمعاد. لنا أن الإمامة من أركان الدين وأصوله، وقد علم ثبوتها من النبي ضرورة، فالجاحد بها يكون كافرا. الآن جميع المسلمين ينكرون إمامة الأئمة أو لا ينكرون؟ أي ينكرون، فمعناتها فهم شنو؟ معناتها جميع كفار ضالون وفقط، وبعد ماذا؟ مستحقون للخلود في النار. طبعا ده يعني واحد من العقول المستنيرة لكمال الحيدري، وبيقول على سبيل التعرية والتهكم يعني انه ده المنطق اللي بيسود عند بعض الأئمة او كثير من الأئمة فيما يتعامل مع فكرة الإمامة، إمامة سيدنا علي، وانه كانها ركن من أركان الدين، وكمان اللي مش مؤمن بها بأنها ركن وثابت كالتوحيد فهو كافر ويخلد في النار وما إلى ذلك. إذا طبعا هو عوقب على هذا ربما كثيرا من دوائر شيعية أو من دوائر إيرانية، لكن يبقى الأمر شديد الوضوح. فأننا حين نرفض منطق التكفير ومبدأ التكفير ويعني صيحات التكفير نرفضها جملة وتفصيلا في كل مذهب وفي كل دين، وأن الواقع ينتج هذا التعصب وينتج هذا التطرف، وإنه لا على الإطلاق حل إلا ما نقوله دائما أن الدين لله والوطن للجميع. يلا بينا.